هل القانون الجديد هو التفاف على القانون الأصلي؟ حياك الله أستاذ محمد، تحية لك ولضيفيك الكريمين. يعني للأسف الشديد قوى سياسية كثيرة ومطالب شعبية تطالب بتعديل قانون العفو العام منذ سنوات. رئاسة البرلمان القديمة، ولا أريد أن أدخل بهذا الجانب السياسي لكن هذا واقع حال، الرئاسة السابقة لمجلس النواب قصرت كثيرا وتماهت كثيرا في إقرار قانون العفو العام حتى أخرجت هذه الرئاسة، ثم بدأت بعض الكتل تطالب، والمطالبات للأسف هي شكلية عملية إعلامية أمام الجمهور. ما تفاجأنا به أخي الكريم أنه اليوم التعديل الذي وصل إلى مجلس النواب هو يعني لا يوجد أي تعديل، هو بالعكس هو تجديد، وقد نقع بإشكاليات أخرى. كل ما وصل إلى مجلس النواب هو تعريف أو إعادة تعريف مادة الانتماء. ما هو الانتماء؟ طيب كيف أعرف هذا الأمر؟ وكيف ستكون مخرجات التعامل مع التعريف الجديد؟ يعني الأمور المقترحة أخي محمد يعني ستكون وطأتها كبيرة على مناطقنا التي كانت المجاميع الإرهابية تسيطر عليها. يعني أنا اليوم تحت سطوة السلاح وتحت تهديد مجاميع إرهابية وتحت رحمة هذه المجاميع، ويطلب مني أن أتولى دور الأجهزة الأمنية التي ألقت سلاحها في حينها وتخلت عن هذه المدن. هذا الأمر غير منطقي. يعني كل إنسان تحت تهديد السلاح يكون فاقد للأهلية، فاقد للقرار، وبالتالي كيف سأعرف مادة الانتماء؟